عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية يتولى مهام الرئاسة في سوريا بصفة مؤقتة ويرقي بشار الأسد إلى رتبة فريق ويعينه قائدا عاما للقوات المسلحة في خطوة جديدة تقربه من كرسي الرئاسة. الثامنة والنصف بتوقيت غرينتش، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حصاد هذا اليوم من قناة الجزيرة في قطر نتناول التطورات المتلاحقة في سوريا منذ إعلان نبأ وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد، وذلك منذ تولي نائبه عبد الحليم خدام لمهام الرئاسة مؤقتا لحين إجراء انتخابات رئاسية وترقية بشار لمنصب فريق وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة السورية. نتابع هذه التطورات من خلال عدة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وأخرى هاتفية مع عدد من المسؤولين والمحللين. وفي جولة حصاد هذا اليوم أنباء وتطورات عربية وعالمية أخرى. أعلن في دمشق عن تعيين بشار الأسد قائدا عاما للقوات المسلحة السورية وترفيعه إلى رتبة فريق، وكان حزب البعث السوري الحاكم قد رشح بالإجماع بشار لخلافة والده الراحل حافظ الأسد. كما أقر الرئيس السوري المؤقت عبد الحليم خدام التعديلات التي أدخلها مجلس الشعب السوري على المادة 83 من دستور البلاد، والتي تخفض سن مرشح الرئاسة من 40 عاما إلى 34. يقترب بشار بسرعة شديدة من منصب الرئاسة في سوريا ما لم تحدث مفاجآت تفسد ما تم من ترتيبات حتى الآن، وآخر الخطوات التي دفعت به إلى مناطق النفوذ الحقيقية في البلاد هو الإعلان عن ترقيته لرتبة فريق وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة السورية. وتعني هذه الخطوة أن الرجل أصبح يتبوأ أعلى الرتب في الجيش وأصبح الآمر الأول في كل شؤونه. وهذا القرار على الرغم من التساؤلات العديدة التي يثيرها حتى في أوساط الجيش نفسه، يوضح أن الأمور تسير في صالح بشار تماما كما كان يخطط والده الراحل الذي قرب رحيله المسافات واختصر طرقا كان يتعين على حزب البعث السوري أن يسلكها من أجل تهيئة بشار لهذا المنصب. الرئيس الراحل حافظ الأسد عمل جاهدا خلال السنوات الأخيرة على إعداد ابنه لهذا المنصب وعكف على تقديمه للعالم بمختلف السبل والصور، كما أن تولي بشار مسؤولية شبه مباشرة عن الملف اللبناني في الآونة الأخيرة، ومن ثم لقاءاته المتكررة بمختلف ألوان الطيف اللبناني قدمته لجيرانه كرجل المستقبل الذي يفهم أركان العلاقة اللبنانية السورية وخصوصياتها جيدا. ويشير استقباله لكبار المسؤولين اللبنانيين يتقدمهم الرئيس لحود وتلقي العزاء منهم إلى عمق هذه الصلة وإمكانية امتدادها. صحيح أنه لم يسبق لبشار الأسد أن تولى أي منصب سياسي رسمي في حياة والده يؤهله لهذه المرحلة القادمة، ولكن الصحيح أيضا أنه يشترك بوضوح في العمل العام منذ مصرع شقيقه باسل عام 94، بل أصبحت الكثير من الأوساط تتعامل معه تعامل أولياء العهد. من المتوقع أن يوافق مجلس الشعب السوري على ترشيح الحزب لبشار لتولي منصب الرئيس عندما يعود لعقد جلساته في 25 من هذا الشهر، خاصة وأنه مهد لتلك الموافقة القادمة بتعديل الدستور ليتناسب مع الخطوة المرتقبة. ولا بد أن المظاهرات التي عمت شوارع المدن السورية تنادي ضمن هتافاتها ببشار الذي اقترن اسمه بحملة مكافحة الفساد في سوريا رئيسا ستخفف بعضا من اللغط الدائر حول الموضوع، ولكن من الصعب جدا القول بانتهائه في القريب العاجل حتى ولو آلت مقاليد الأمور إلى بشار الأسد. ومتابعة لمجمل التطورات التي تشهدها سوريا وشهدتها هذا اليوم، معي على الهاتف من دمشق الكاتب والمحلل السياسي السوري الدكتور عماد فوزي الشايبي. دكتور عماد، أنظار العالم تتجه الآن
صوب سوريا التي فقدت زعيمها. السؤال المطروح على كل لسان الآن، كيف تتم عملية انتقال السلطة في سوريا؟ بمنتهى السلاسة وبمنتهى الشرعية، أربع شرعيات نالها الرئيس المقبل الدكتور الفريق بشار الأسد دفعة واحدة. الشارع نال مباشرة شرعيته، شرعية دستورية من مجلس الشعب، شرعية عسكرية اليوم نالها بشكل واضح بترفيعه، إذ أن الجيش بات يطالب به كما يطالب به الشعب. وقد التقى مساء هذا اليوم جميع قيادة الجيش. والشرعية الرابعة هي الشرعية الحزبية، حيث رشح من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي مرشحا وحيدا. كل هذه الإجراءات المتلاحقة تشعر أن المؤسسات تسير بخطى وإيدة، وأن ما تركه الراحل الكبير حافظ الأسد بدأ الآن يفعل فعله والمؤسسات تعمل. هذه الشرعيات دكتور التي تحدثت عنها، لا وهي الشعب ومجلس الشعب والجيش والمؤسسة الحزبية، هناك من يقول بأنها سابقة أولى من نوعها في التاريخ العربي، أن يتولى رجل أو ابن زعيم عربي لمنصب الرئاسة في أي دولة عربية حتى الآن. سيدي الكريم، هذه السابقة لا يمكن أن تقارن بلاحقة، لأن الدكتور بشار الأسد ليس كغيره، هذا أولا. وأذكركم بأن جورج بوش الابن لم يستحي أبدا من أن يكون مرشح رئاسة، وكذلك غاندي لم تستحي أبدا من أن تكون مرشحة رئاسة، وكذلك ابنها. أعتقد أن المسألة باختصار، طالما أن الدكتور الفريق بشار الأسد هو شخص كفؤ وأيضا عربي سوري، فله الحق في أن يأخذ فرصته، ولنا عليه الحق في أن يقودنا في المرحلة القادمة. ليس لدينا عقد من أبناء القادة. الدكتور عماد فوزي الشيبي، الكاتب والمحلل السياسي السوري في دمشق، شكرا لك. الآن للحديث عن آفاق المرحلة القادمة في ظل التغييرات المتلاحقة على الساحة السورية، ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من استوديوهاتنا في لندن الكاتب والمحلل السياسي بلال الحسن، نائب رئيس تحرير صحيفة الحياة والمتابع للشأن السوري. بداية، كيف تنظر إلى ما يتم الآن على الساحة الداخلية السورية من عملية تنصيب لبشار الأسد مكان والده؟ غياب الرئيس حافظ الأسد يجب أن يعني يتلوه بداهة محاولة لتنصيب رئيس جديد للبلاد. هناك العملية الدستورية التي نفذت اليوم بتعيين نائب رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس الجمهورية هو الذي يتولى الصلاحية في حالة غياب الرئيس حسب الدستور. وهناك العملية الدائمة التي تقول حسب الدستور أن القيادة القطرية يجب أن ترشح شخصا، ثم بعد فترة لا تزيد عن 60 يوما هناك عملية الاستفتاء. هذه هي الإجراءات المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي للحزب، ويبدو أنها نفذت حتى الآن. المسألة في رأيي أعمق، يعني تعود إلى زمن أبعد من ذلك. أنا أرى أنه منذ سنتين وربما أكثر والتحضيرات تجري لهذه اللحظة، ولدي انطباع بأن التحضيرات منتهية، ولكن الآن هو الإجراءات التنفيذية. وأبلغ دليل على ذلك هو قرار ترقية الدكتور بشار إلى رتبة فريق وتعيينه في منصب القائد الأعلى للجيش. هذه عملية لا يمكن أن تتم إلا بإجراءات طويلة وربما تكون معقدة نسبيا، منجزة منذ وقت طويل سابق.
وربما أن ما جرى من إقالة لما يسمون رجال الحرس القديم أو انتهاء مدتهم حسب التقاعد أو حسب النظام الداخلي للجيش لابد أن يولد أوتوماتيكيا بروز قيادات شابة. بروز قيادات شابة كانت في السنتين الماضيتين متوافقة في كثير من الأحيان مع الدكتور بشار.